السلام عليكم. كل شخص في ألمانيا راح يجي هذا البوست أو إجاه هذا البوست، طبعا هذا البوست هو من شركة التأمين الصحي، يعني ما تخافوا، ما في داعي للخوف. طيب إذا إجاك هذا البوست شو راح تساوي؟ شو ممكن، شو هو الأفضل شيء لألك؟ تفتح هذا البوست، هذا البوست اسمه دي إلكترونيشي باتينتن أكتر، يعني الملف الطبي الإلكتروني الخاص فيك، ما في داعي للخوف ولا للزعر. ابتداء من 15/1/2025 راح يكون في مشاركة لمعلوماتك الطبية بين كافة الأطباء والمستشفيات والعيادات الطبية. يعني على سبيل المثال لما بيكتبوا اسمك راح يطلع كل شيء، الأدوية اللي انت عم تاخدها، الزيارات اللي سويتها للأطباء، امتى وشو هي حالتك، يعني كافة معلوماتك الطبية راح يكون في مشاركة لها بين العيادات والدكاترة في ألمانيا ابتداء من 15/1/2025. طيب ليش عم بيساووا هذا الشيء؟ لحقيقة سهولة تنقل المعلومات بين المستشفيات والدكاترة، يعني بدل ما يسألوك هل معك شيء، هل يعني عندك المرض الفلاني، هل عندك حساسية، هل تأخذ أدوية وإلى آخره، فبيختصروها بمشاركة ملفك الطبي الإلكتروني ما بين جميع الدكاترة. في أشخاص بيقولوا طبعا هذا الشيء يعني مفيد حقيقة جيد، في أشخاص مع هاي الفكرة، ولكن هل ممكن شخص يقول لك انا بدي الغي هذا الشيء ابدا، ما بدي يكون في يعني تداول او مشاركه لمعلوماتي الطبيه، ما بدي حدا يعرف انه اي دواء عم باخذ. فبشكل بسيط جدا تفتحوا هذا البوست، بعد ما تفتحوا هذا البوست بتطالعوا الورقه، من الجهه الخلفيه للورقه في شيء اسمه فيدش بوخ، في باركود هنيك بتساوي سكانر لهذا الباركود وفيك تلغي هذا الشيء، بتقول انه انا ما بدي فعل هذا الشيء، لانه اذا ما سويت راح يكون في تفعيل اوتوماتيكي لملفك الطبي الالكتروني. فمهم جدا من عن طريق فيدش بوخ فيكم تلغوه، او اذا انت اي شركه تامين صحيه عندك في المانيا تتصل فيهم او بتروح لعندهم شخصيا بتقول انه ما بدي هذا الشيء، ما بدي فعل هذا الشيء ابدا، ولا بدي ملف طبي الكتروني، بدي الغيه فقط لا غير. طبعا في عندكم مده ل 15/1/2025، واغلب الاشخاص في المانيا والعوائل والاشخاص العزب اجاهم هذا البوست، واذا ما اجاكم هذا البوست راح يجيكم بالايام القليله المقبله، فانتم حرين بتبقوا على الملف الطبي الالكتروني ولا بتلغوه. شاركوني ارائكم بالتعليقات مع ذكر السبب ليستفاد الجميع. تراجع معدل الولادات في المانيا منذ عام 2015، وفي تراجع حاد بمعدل الولادات في المانيا، يعني النساء في ألمانيا ما بدهم ينجبوا أطفال، أو الرجال ما بدهم كمان ينجبوا أطفال، فبيتفقوا أنهم خلاص ولد أو ولدين، أو أحيانا ما بينجبوا أطفال أبدا. طيب شو هي الأسباب؟ وآخر 3 سنوات عم نشوف يعني خاصة آخر 3 سنوات يعني رجوع حاد بمعدل الولادات، عم نشوف نسبة أو معدل الولادات في ألمانيا هو 1.35 طفل لكل امرأة. هذا العدد متعارف عليه، يعني هذه هي 1.2 أو 2.3، ما بيعني انه 1.35 من طفل، لا، هذا العدد او المصطلح المتعارف عليه. وكدولة مثل ألمانيا تعداد سكانها اكثر من 80 مليون نسمة، عدد او نسبة قليلة جدا، عم نحكي عن 1.35 طفل لكل امرأة. طبعا معدل الولادات سنويا في تراجع، ما هي الأسباب اللي بتؤدي الى تراجع الولادات وتراجع الإنجاب وعدم رغبة النساء بالإنجاب؟ هي السبب الأول جائحة كورونا اللي حصلت حقيقة واللي اجت وانتهت وراحت، ولكن بعد انتهاء هاي الجائحة كمان عم نشوف انه معدل الولادات ما ارتفع. كمان الحروب في المنطقة في أوروبا، أوكرانيا عفوا، وحقيقة يعني الوضع العالمي المقلق كمان يعني له أهمية وله ثقل في إنجاب الأطفال. كمان القوة الشرائية، أنا بعتقد أن هذا الشيء أهم سبب، القوة الشرائية، تضخم، ارتفاع الأسعار، الرواتب، يعني حقيقة ممكن شخص يقول لك بدي أجيب طفل كيف بدي ربيه وكيف بدي أعتني فيه، يعني الرواتب قليلة والقوة الشرائية وإلى آخره، مواعيد أطباء، روحة جاية، تعب، فخلاص ما بدنا لا أطفال ولا شيء. طبعا يعني فئة كبيرة من الألمان بيفكروا هيك. حتى في شرق ألمانيا تراجع معدل الولادات اللي كان فيها نسبة النساء أكبر من نسبة الرجال، عم نشوف تراجع حاد جدا. في عام 2021 كان في عنا
795,500 طفل مولود بظرف سنة، ولكن هذا العدد نزل بفارق كبير جدا في عام 2023، وصل إلى 693,000 مولود جديد في عام 2023، عدد قليل جدا حقيقة. شاركونا آراءكم حول هذا الموضوع بقسم التعليقات، هل عندكم أسباب ثانية غير اللي شرحناها؟ أتمنى أسمع آراءكم حول هذا الموضوع. الأجانب لا يريدون الهجرة إلى ألمانيا للعمل. قبل أشهر الحكومة الألمانية بدأت بتنفيذ قانون الهجرة الجديد، ليجوا الأجانب والمهاجرين من خارج ألمانيا، يجوا بطريقة شرعية ويشتغلوا في ألمانيا عن طريق فيزا العمل، لأن ألمانيا بحاجة ماسة لليد الماهرة والعمال المتخصصين. ولكن بعد مرور أشهر من انطلاق قانون الهجرة إلى ألمانيا، عم نشوف يعني بحسب الصحافة الألمانية كتبوا بالعنوان العريض أنه الأجانب لا يريدون القدوم إلى ألمانيا للعمل عن طريق الفيزا، يعني بطريقة شرعية ونظامية. الأسباب ممكن تكون هي الأسباب نفسها، يعني حقيقة المزاج العام في ألمانيا، العنصرية، الاندماج، الطقس، البيروقراطية، انغلاق المجتمع الألماني. هي الأسباب اللي عم نذكرها حقيقة بكافة الفيديوهات اللي عم بتعلق بالهجرة وهجرة الأجانب. عم نشوف أنه العدد المتوقع كان شهريا 3000 شخص يتقدم على هاي الفيزا، ولكن لدى السفارات الألمانية طبعا، ولكن عم نشوف حاليا 500 شخص فقط عم يتقدم شهريا لدى السفارات الألمانية، وهذا العدد قليل جدا إذا قارناه بالعدد اللي كان متوقع قدومه إلى ألمانيا عن طريق فيزا العمل. يعني هي فيزا العمل حقيقة مش شروطها اللغة الألمانية، شهادة جامعية ومهنية، خبرة سنتين، مستوى من اللغة الألمانية مستوى ولو قليل جدا، إذا كان عندك الإنجليزية كمان مرحب بها، وإذا في عندك أقارب في ألمانيا ممكن يكون عندك يعني لك الأولوية في القدوم إلى ألمانيا. فهي الأسباب وهي الشروط اللازمة للقدوم إلى ألمانيا، ولكن عدد كبير من الأشخاص بخاطر بحياته يعني بيروح غابات وهجرة غير شرعية، وبيجي ينقبل طلب لجوء وما ينقبل، جاي من دولة آمنة بالنسبة لألمانيا أو دولة غير آمنة، يعني حقيقة بده وقت لا يندمج ويتعلم ويشتغل. فأنا بعتقد أنه فيزا العمل بغض النظر عن أسباب عدم قدوم الأشخاص أو الأجانب إلى ألمانيا للعمل، أنا بعتقدها بشكل عام أنه طريقة جيدة، يعني بدون ما فيها خطورة، ما فيها تعب، ما فيها حقيقة أنه ترجيع أو قبول أو رفض، فبتكون أنت مقبول في ألمانيا عن طريق بطاقة الفرص أو الشانسنكارت. شاركونا أراكم حول هذا الموضوع، هل إذا أنتم خارج ألمانيا، إذا كنتوا خارج ألمانيا بتجوا لألمانيا للعمل، ولا بتشوفوا دول ثانية أفضل على سبيل المثال أستراليا، نيوزيلندا، بريطانيا، كندا، أمريكا، بتشوفوها أفضل للعمل؟ شاركونا أراكم بالتعليقات. خبر صار جدا لكل شخص عنده ذهب أو عم يبيع أو يشتري ذهب، ارتفاع جنوني في سعر الذهب، ارتفاع تاريخي لأول مرة، الذهب عم يصل إلى مستوى تاريخي وجنوني، حيث وصل سعر الأونصة إلى 2746 دولار للأونصة الواحدة اللي هي 31.1 جرام طبعا. والارتفاع في تصاعد مستمر منذ تقريبا سنتين ثلاثة، عم نشوف تصاعد مستمر لأسعار الذهب. وليش الذهب عم يرتفع سعره؟ من الأسباب شراء البنوك المركزية الكبرى في العالم، على سبيل المثال البنك المركزي الروسي والبنك المركزي الصيني والتركي، عم يشتروا كميات كبيرة جدا من الذهب، فلهذا الشيء سعر الذهب عم يرتفع. كما في كان قمة لمجموعة بريكس اللي عندها مجموعة كبيرة من الدول القوية على مستوى العالم اقتصاديا، اجتمعوا، ممكن يكون هذا كمان من أسباب ارتفاع سعر الذهب. طبعا الذهب وسيلة قوية جدا لإبقاء قيمة المال على ما هو عليه بشكل تقريبي، والذهب هو ضد التضخم، يعني إذا بدك تحافظ على مصاريك بشكل شبه مؤكد الذهب أفضل وسيلة للمحافظة على قيمة المال. السؤال الأهم هون، بعد ارتفاع الجنوني بأسعار الذهب بتبيعوا ولا بتشتروا؟ أصدقائي هيك بنكون وصلنا لهذا الفيديو، شكرا لحسن المتابعة، بطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، نلقاكم فيديو آخر، والسلام عليكم.